من ضمن الاسئله او التعليقات عاوز اقول لكم تجربتي في فور ليفل 1. انا عاوز اقول لكم ان مشكلتي معاهم ان العدد كبير بالنسبه للاماكن الاخرى، والاحظ كمان بانه انا بس بجيبها لكم بالظبط بالنسبه لاماكن تانية، زائد ان لو حصل اي حاجه مش هينفع تسحب فلوسك، وسعر المستويات مش رخيص ومش غالي، زائد حلو في المستويات المتقدمه لو انت بعد مستوى B2، بس عشان باللغه الانجليزيه مكتوب تمام، بعد مستوى B2 حلو في المستويات المتقدمه. اذا مره تانية العدد كبير بالنسبه لاماكن تانية، لو حصل اي مشكله مش هينفع تسحب فلوسك، ما فيهاش ريفاند، سعر المستويات مش رخيص لكنه كمان مش غالي وسط، زائد ان هو حلو في المستويات المتقدمه. المزايا والعيوب الخاصه ب 4 ليفل 1، لو حد عنده تجربه كمان ممكن ان هو يشاركنا في التعليقات علشان تكون الدنيا بالنسبه لنا واضحه على هذه الاماكن.